سوري انتوا جبتوا نجوم السوريين اخذوهم للدراما المشتركه، اخذوهم لانه النجوم، لانه هن حيبيعوا. ديما بياعه تشعل جدل الممثل السوري واللبناني من جديد. صار في ظلم بمحل انه البنت اللبنانيه اخذت محل البنت السوريه، واجا الشاب السوري اخذ محل اللبناني. حاجه بقى هذا شيء يعني بشع كتير، وهذه ظاهره عربيه صارت معيبه جدا. سوري انتوا جبتوا نجوم السوريين اخذوهم للدراما المشتركه، اخذوهم لانه النجوم، لانه هن حيبيعوا، مو لانه انتوا عم تعطوهم فرصه. ام سوري، هدول نجوم بيحركوا الشارع بالعربي كلياته. النجوم الشباب السوريين ساهموا بانطلاق النجمات اللبنانيات 100%. وحديث ديما بياعة ده خلال ظهورها في برنامج عندي سؤال أعاد الجدل مرة تانية حوالين موضوع الممثلين اللبنانيين والسوريين في الدراما العربية المشتركة ومين ساهم في نجومية مين. وتصريحها خلى ورد الخال تعبر عن انزعاجها عبر منصة إكس عن الاستمرار في الكلام على الموضوع، وأكدت على نجومية الممثلين اللبنانيين. والجدل ده بيرجع يتجدد مع كل تصريح، فسبق كلام ديما بياعة رد من كارز بشار تسبب بغضب الجمهور اللبناني منها وعرضها للهجوم. ده لبناني؟ في حدا معين عم بيشتغل معه؟ لا ما عم بتذكر اسماء. وساعتها اتقلبت الدنيا عليها واتأزمت الآراء بين مين اعتبر جوابها مسيء للممثلين اللبنانيين وبين اللي شاف ان يمكن اتهربت بالطريقة دي من الجواب. انا بعرفها لكاريس بشار على الصعيد الشخصي، وانا كتير مأكد انه هي ما كان قصدها هيك تحديدا. كاريس انسانة خجولة، نسيت اسمك كمان تذكره. ما بأثر فيها تعمل البدية بالنهاية، اذا بتعرف انت الانسان على الصعيد الشخصي ما اكيد بتفهمي على هيدا الصعيد. فما بعرف شو الظروف كانت يعني بوقتها، يعني ما بعرف شو ليه قالت هيك، بس انه ممكن يكون ما اجا ولا اسم على راسها، ممكن تكون بلحظات تخلى، ممكن يعني ما بعرف، ممكن تكون نسيت يعني شو بعرفنا. اما نادين الراسي فكان ليها راي تاني. اكيد منا صافيه النيه، طبيعي على رجي حل الشخصيه، طب منا صافيه النيه، انما ايه في شيء زعجها اكيد لقالت هيك، انه مع احترامي لها وهيك. مثلا من الفنانات اللي بعرفهم بسوريا كتار، وبخاف انسى انه استذكر، لانه بنحضر درامة بعضنا يعني، خاصه الممثلات السوريه حافظيننا بصم، لانه صار في ظلم بمحل انه البنت اللبنانيه اخذت محل البنت السوريه، واجا الشاب السوري اخذ محل اللبناني. اذا كانت كارس مش خلقانه بهذا الوقت، شو المشكله؟ أما باسم ياخور اللي بيصور حالياً مسلسل بيجمعه مع نجوم لبنانيين، فبالشكل ده كان رأيه. الممثل لا نو جنسية ولا نو بلد، الممثل هو حالة فنية، هو فكرة قديش بيقدر يقدم الحالة صح، قديش هو يجيد أدواته، شو ما كانت جنسيته شو ما كان بلده. أنا برأيي حاجة بقى هذا شيء يعني بشع كتير، وهذه ظاهرة عربية صارت معيبة جدا. ما بيصير، أنا برأيي خلاص نحيد الحالة اللي إلها علاقة بحدود دول ونحكي بشيء إنساني لطيف أهم، فني فكري، بعيدا عن أنه هاد إلنا لألكن، هاد نحن أحسن لا أنتوا أحسن. هاي مسائل قابلة للجدل كتير، ومسائل لا تولد إلا الضغينة وإلا الكره وإلا زيادة الغل ما له طعمة أبداً.